يلا يلا يا رجاله، اطلعوا خدوا الدش بتاعكم وبعديها نحضر الفطار. اوكي. بعد ما نرجع من بره انا عايزه البيت ده يتنضف على الاخر. يلا يا امام اطلع بسرعه صحي تتانونا. حاضر يا ماما. يلا يلا يا اولاد بسرعه يلا. الو ازيك يا علاء؟ صباح الخير. كويس قوي انك بتصحى بدري. اصحى بدري ايه؟ انا لسه ما نمتش. انا بصحى الساعة 5 بس العصر. ايه ده انا وهو الملك جاي حامية كده ليه؟ لا يا حبيبتي هنا غير المانيا. هنا المصالح الحكومية بتفتح الساعة 8 وتشتغل على 10:30 11، على 12 يكونوا زوغوا. حاضر حاضر هجيلك، بس بصي اعملي لي جردة القهوة سادة. ماشي علاء. اوكي مع السلامة. تتانونا مش موجودة في البيت. مش موجودة في البيت ازاي؟ دور عليها في الحمام. دورت في كل الحمامات اللي في البيت ومش لاقيها. يوه ايه يا حمام؟ كل ده ومش سامع؟ وكمان سبت التلفزيون شغال طول الليل. حاضر حاضر. قلة الذوق دي. ماما منى انا اسفه. امسكي مني يا اختي صينيه مولعه ايدي لسه مخرجاها من الفرن. عامله لكم بقى حته فطيره، انما ايه هتاكلوا صوابعكم وراها. قومي يا تعمه، قومي يا كميله، قومي يا قطه. ايه يا حماده انت لسه نايم؟ صباح الخير يا ماما. يا صباح النور يا حبيبي. يا حماده يا ابني اللي منومك النومه دي؟ حد ينام على كنبه كده؟ دي نومه تقطم الوسط. مفيش تلفزيون في اوضه النوم يا ماما، اعمل ايه بقى؟ انا لازم انام على التلفزيون. اه جات لك فين بس الشحطاطه دي؟ معلش يا ابني اصبر، كلها كام يوم ونوال هتيجي بنفسها تقول لك تعالى يا حماده ارجع انت ومراتك. ما تجيبيليش سيرتها، انا مش طايقها. ماما نونا جايبالك فطير معتبر. نبي يا اختي ده انا عاملاه عشانك انت، انا عارفه انك بتحبيه. لا ما هو الاستاذ وداني امبارح محل حلويات وكلت قد كده، وانا مش ناقصه تخن، انا اوريدي بعمل رجيم. ماما نونا طبعا البيت بيتك، انا هدخل انام شويه عشان دماغي هتتفرتك، ولازم افتح المحل الساعه 12. نوم العوافي يا حبيبتي، بس والنبي يا نوسه عايزه اقول لك على حاجه. بص يا اختي دخلي التلفزيون في اوضه النوم جوه. ها اصل انا شايفه كده يعني ان الصاله رطبه شويه. عينيا يا ماما نونا عن اذنكم. ماما حبيبي دعكيه شويه والنبي عايزه ده. يا حبيبي وحشني وحشني يا حماده يا حبيبي. والله انتوا صعبانين عليا قوي يا اولاد. معقوله مامتكم تجيبكم تضل النار كده؟ طب كنتوا رايحتلكوا يوم. ما هو اليوم اللي يضيع من حياه البني ادم يا انكل علاء يوم ضايع من البشرية كلها. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. أنا كنت عملت ريسيرش في المدرسة عن الساعات الضايعة في عمر الإنسان، ولقيت لو عاش الإنسان 60 سنة بيضيع على الأقل من عمره 45 سنة في حاجات ملهاش لازمة. تخيل حضرتك لو الإنسان استثمر كل دقيقة ضايعة في حياته كان هيبقى شكل الدنيا إيه. ما شاء الله دي حاجة عظيمة جدا. أنا أعرف ناس عندهم 60 سنة ضيعوا من عمرهم 60 سنة برضو. وانت امام ساكت ليه؟ لا انا بركز بس لان النهارده اول يوم في المدرسة. معقولة مامتكو لحقت تنقل لكم اوراقكم للمدرسة هنا؟ ده انتوا لسه واصلين امبارح بالليل. حصل يا انكل علاء، مامي دخلت على الانترنت وخلصت كل حاجة، اصل المدرسة اللي في مصر نسخة بالظبط زي اللي انا كنت فيها في المانيا. دي حاجة عظيمة جدا. ها جاهزين يا ولاد؟ جاهزين يا ماما. علاء انا قلقانه قوي على ماما نونا. يا ستي ما تقلقيش ما تقلقيش، زمانها عند حماده دلوقتي، يا بتفطره يا بتحكي له حدوته. اتفضلوا يا رجاله. ايه ده؟ ايه ريحه الشياط دي؟ جايه منين الريحه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
يا سلوى، يا ام سلوى. صباح الخير يا قمر. ازيك يا سلوى؟ الحمد لله يا قمر. هو انت رايحه للاستاذ ابراهيم النهارده؟ ايوه يا حبيبتي رايحه له، رايحه لابراهيم. بقول لك ايه، شوفي عندكم حاجه كده على البوتاجاز مامتك نسيتها وتتحرق؟ لا يا قمر مفيش حاجه على النار خالص. امال ريحه الشياط دي جايه منين؟ طب خبطي على الجيران، يمكن عندهم حاجه بتتحرق على النار وناسيينها. حاضر يا قمر. الريحه دي جايه منين؟ مش ناسيه حاجه على البوتاجاز. مين؟ مين؟ ايوه ايوه صباح الخير يا استاذ شفيق. صباح الفل يا استاذ عيشه. معلش اصل راحت عليا نومه. هي الساعه تجيلها كام دلوقتي؟ تجيلها 9. يا نهار ابيض، انا كنت راحت على الحصه الاولى. بقول لك يا استاذ شفيق، انا شم ريحه شياط. انت ناسي حاجه على البوتاجاز؟ يا نهار ابيض، انا ولعت على البراد وسبت. ثانيه واحده استاذ عيشه، ثانيه واحده. الحمد لله، شكرا لك يا رب، الحمد لله، شكرا لك يا رب، كتر خيرك يا ست عيشه. كويس بقى انها شميت الريحه، كان زمان حصلت مصيبه دلوقتي يا استاذ شفيق. اديكي شفتي بنفسك، ادي حال العازب اللي زي حالاتي. بقول لك يا بنت الناس، انت فهماني وانا فاهمك، ما تريحيني بقى، الله يريح قلبك. طب وانت عايز ايه يا استاذ شفيق؟ عايز اتجوزك على سنه الله ورسوله. جواز؟ ده انا كان ابراهيم لحمه حمراء على كتفي، وكنت عايله لا رحت ولا جيت، وعمري ما فكرت في الجواز. دلوقتي لما بقى ابني راجل مال وهدومه وهيتخرج من الجامعه، اقول يا جواز؟ ده حتى عيب. بص يا بنت الناس، انا اكتر واحد حاسس بيكي وعارف الحمل اللي انت شايلاه، حمل تقيل قوي وشايلاه لوحدك، صعبان عليا قوي. انت طيب قوي يا استاذ شفيق، وصدقني الف واحد اتمناك، بس انا مش لوحدي، انا معايا راجل مال وهدومه. يا ستي والله ابراهيم ابنك راجل وسيد الرجاله كمان، والله انا بحبه زي ابني بالظبط. ربنا يديم المعروف يا استاذ شفيق، ساعات كتير قوي الجيران بيبقوا احسن من الاهل، خلينا جيران احسن. بس انا محتاج لك. طب بصي، لو انت يعني مش قادره تفتحي ابنك ابراهيم انا اكلمه. اوعى اوعى تكلم ابني في حاجه زي دي، ده بيحبك وانا عايزاه يفضل يحبك. طب ايه اللي هيزعله مني؟ هو انا طالب حاجه غلط؟ ده طالب اتجوزك على سنه الله ورسوله، يعني شرع الله، حد يرفض شرع الله؟ انا ماليش في الجواز ومش بتاعه جواز. سيبني بقى اروح لابني اللي مرمي في المستشفى، اللي ملوش حد في الدنيا كلها يسال عليه غيري. خلينا جيران احسن يا استاذ شفيق. ايه ده؟ هو نام تاني؟ معلش، خليه يريح كتته، النوم حلو. النبي يا اختي تروحي تجيبي حاجه نغطيه احسن يبرد. طب ما يخش ينام جوه في السرير، انا خلاص قمت. الفا لو قلق دلوقتي هيفضل طول النهار كده، هو ما يعرفش ينام. نوسة، عايزه اقول لك ما تزعليش من نوال، انا عارفه ان كلامها كان ناشف. انا مش عارفه هي عملت معايا كده ليه، دي اول مره اشوفها. ايوه، اصل علاء اخوها موقع بينها وبين حماده، ماليها يا اختي من ناحيته. طب وانا ذنبي ايه؟ ايه غيرة ستات مع بعض بقى. غيرة ايه بس يا ماما؟ هو انا خدت منها حماده ولا حاجه؟ هقول لك يا اختي، اصل هم وهم صغيرين هي كانت حاطه عينها على حماده، ده تاريخ بقى بعدين هبقى احكيه لك. هي نوال بتشتغل ايه يا ماما؟